انتهت الإدارة العامة للطيران المدني من المرحلة الأولى للخطة الحكومية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج إثر تفشي فيروس كورونا المستجد بإجلاء 2713 مواطنا من وجهات مختلفة حول العالم. وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني سعد العتيبي اليوم إنه تم تشغيل 15 رحلة جوية لعودة المواطنين الموجودين خارج دولة الكويت خلال الفترة بين 25 و29 من شهر مارس الجاري بالتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة.